أهلا بكم في استعراض حدث هذا الأسبوع في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. يحاول طاقمنا من المحللين والموظفين كل أسبوع مساعدتكم على فهم الحدث الرئيسي المقرر في السوق خلال الأسبوع المقبل. مع اقتراب عطلة عيد الميلاد هناك القليل من البيانات الرئيسية على رزنامة هذا الأسبوع. لا يوجد أحداث مهمة في أوروبا أو الصين، والحدث الوحيد الملحوظ في آسيا سيكون الإعلان عن محضر اجتماع بنك اليابان الذي سيصدر صباح يوم الأربعاء. لقد أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الجمعة، اليوم بعد يوم عيد الميلاد، عطلة هذا العام. لذلك سيقوم معظم الناس بزيارة مراكز التسوق بعد ظهر يوم الأربعاء، وستغلق الأسواق الأمريكية في وقت مبكر خلال يوم الاثنين التالي. معظم البلدان في جميع أنحاء العالم تحتفل في اليوم التالي لعيد الميلاد. سوف تكون أسواق الأسهم الأمريكية مفتوحة، ولكن من المتوقع أن يكون التداول خفيفا، وسيكون التقويم خفيفا أيضا في الأسبوع بعد عيد الميلاد. سوف تكون الولايات المتحدة مرة أخرى الأكثر حركة، حيث سيصدر محضر بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر أسعار المنازل كيس شيلر، ومؤشر ثقة المستهلك يوم الثلاثاء. ويوم الأربعاء ستصدر مطالبات إعانات البطالة الأولية في وقت مبكر من اليوم، بالإضافة إلى مؤشر مديري مشتريات شيكاغو ومبيعات المنازل المعلقة. في نهاية العام قد نرى ألعاب نارية من الصين مع صدور مؤشر مديري مشتريات التصنيع من بنك HSBC عشية العام الجديد، وبيانات التصنيع الحكومية الرسمية في اليوم الأول من العام الجديد. يرغب طاقم أكاديمية تعليم التداول المستثمرين بأن يغتنم هذه الفرصة ليهدي أطيب التمنيات لجميع زوار موقعنا وطلابنا بحلول عام 2015. شكرا لدعمكم لنا خلال عام 2014.